يوم غد اليوم الختامي. انطلاق الآن صحيح وفي مسيون أمام صراع مع الريح للمرور إلى الدور النهائي في مسيون بأريحية كبيرة. يبدو في المقدمة هناك أيضا يعقوب سالم من البحرين في المركز الثاني. في مسيون في الأمطار الأخيرة في مسيون أوغوندي نحو المقدمة. أوغوندي في المركز الأول، والأهم من ذلك هو التأهل على رأس هذه المجموعة بعشرين ثانية، 63 جزء من الثانية يركض هذا البطل أكثر من ذلك. 19 ثانية أفضل أرقامه تحديدا، 19 ثانية 97، لكن الأهم بالنسبة لهذا البطل هو التأهل، وبالتالي الخطوة الأولى كانت موفقة. المركز الأول والثاني مباشرة إلى النهائي، البطلان في مسيون أوغوندي ويعقوب سالم سيتأهلان مباشرة، بينما سينتظر نور الدين حديد البطل اللبناني صاحب المركز الثالث، سينتظر باقي أو سيتم اللجوء لأفضل أوقات على مستوى المجموعات الثلاث ليرافقوا لمعرفة من سيرافق الأبطال نحو النهائي، نهائي المائتين متر. لحظات سنتعرف على ذلك. نور الدين حديد رقم جيد، 21 ثانية أربع أجزاء من الثانية، لكن أعتقد بأنه المجموعة الثانية كان هناك صاحب المركز الثاني بعشرين ثانية، لكن يعني ممكن أن يتأهل. إذن بالفعل نور الدين حديد، نور الدين حديد البطل اللبناني هو الآخر سيتواجد في السباق النهائي، 21 ثانية أربع أجزاء من الثانية، بينما التأهل